السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء حول العالم. طبعاً اليوم يا أخوان رح نطلق سراح آخر دفعة من الأفاعي الغير سامة بتاتاً، وهي أيضاً أفاعي مفيدة بتاكل جرذان، ومنها بيوك الأفاعي، ومنها رح نطلق سراح برضو أبو قرع. أبو قرع برضو من فصيلة السحالي، لكن ببين زي الحية، غير سام، وبرضه بتغذى على كل اشي بيتحرك على الارض، جرذان، افاعي، اي اشي. طبعا هذا ابو قرع عندنا كمية كبيرة هين، بس في منه صغير. نستغل فترة الشمس اليوم قبل السبات الشتوي، لسه الافاعي عندنا. هذا هو ابو قرع، بتغذى على كل اشي بيتحرك على الارض. طبعا نخليه ياخذ هسه طاقه من الشمس، بعدين يروح وين بده. هاي المنطقه فيها جرذان وفيها ملان شغلات بتغذوا عليها وبعيده عن الناس، خليه يمتص طاقه من الشمس. شايفين ما اطوله، وبعدين هو بتحرك لحاله بروح. اذا ما تحركش بنخليه. هاي الافاعي معظمها بقلاوي، وفي منها عربيد مش متحول اسود. هذا عربيد لكن لساته مش صاير اسود، هيك بيجي بس يكبر كمان شوي 20-30 سنتي بصير لونه اسود. طبعا راح نفك مقطع واحدة ونقول طلع يا سلام. يلا خلينا نودي هذا. هذا الأفعى المخططة. طبعا الأفاعي رح تاخذ شمس زي ما انتم شايفين، وبعدين بتتحرك توكل وراح تتخبى. حركتها لأنه كانوا في منطقة عندي براد شوي. يلا بس تمتص الطاقة الشمسية. أبو قرع شكله مش راح يزبط. تعال شوف، لسه باخذ في الشمس حركته. وين شوف كيف حركته أبو قرع، لسه حركته بطيئة. بدك تطلع ولا بدك ايش؟ يلا خلصني. طبعا أبو قرع راح ارجع معي، مش راح يزبط، جسمه راح يطول، مناش يصير فيه اشي. وراح يمشي بس ايش، مبرد كثير عبين ما يمتص الطاقة. الحياة حركتها خفيفة لانها مش حامية، رغم انه اليوم الجو شمس، بس لازم هي كاي ما كانتش في الشمس عندي. شو بكرة يلا خلصني. قرع خليه بيمتص الطاقة الشمسية وبروح لحاله. خليه بياخذ جسمه حرارة. تعال نحطها، خليها نتشمس منيح على الشمس. الصخرة هاي شوي سخنة من الشمس، الأرض سخنة، خليه بياخذ حرارة وبعدين يعني بده نص ساعة بعدين بروح لحاله. يلا ابو قرع ليش فاضي؟ هذا فرخ عربيد. لا لسه بس يمتصوا الشمس عشان تفوت السبات. هاي اخذت شمس صارت تمشي. طلع
هاي هاي طلع هكيت هم لحالهم بيعرفوا بروحوا على محل بفوتوا دافي وبتخبوا فيه.